السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الملعب، والذي نزور من خلال جميع الملاعب المحلية بالإضافة إلى الخارجية، ولكن البداية مع جولة في عالم السوشيال ميديا. بداية مع الانستغرام والصورة الأولى من حساب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، بعد حصده لرقم قياسي في بطولة الرجل الحديدي بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ألف مبروك لأبو حمد، هذا الإنجاز ثمرة مجهوده بعد هذه السنوات الطويلة وهذا التعب وهذا الإنجاز التاريخي لمملكة البحرين. الصورة الثانية وننتقل للبوست الثاني من حساب بي اس ان، تقول الصورة أو البوست: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في بيان رسمي يحق لأي لاعب أن يفسخ عقده مع فريقه إذا لم يستلم راتبه لشهرين متتالين، هذا في حق حفظ اللاعبين. ننتقل الآن إلى بوستات من الانستغرام إلى تويتر، والتغريدة الأولى من حساب نادي ريال مدريد الإسباني قبل مباراة إياب النصف النهائي مع بايرن ميونخ الألماني، وتصريح لكابتن الفريق سيرجيو راموس يقول فيه: قال الكابتن في المؤتمر الصحفي أمس: الليالي التاريخية الرائعة يبينها الفريق والبرنابيو معا، إنما إنها مباراة نهائية بالنسبة لنا، وخوضها أمام جماهيرنا مكافأة لنا، باقي 5 ساعات، كل التوفيق لكلا الفريقين. والتغريدة الثانية من حساب الغريم فريق بايرن ميونخ يذكرون في هذا الثنائي مجبر على مشاهدة المباراة من خارج المستطيل الأخرط، ولكننا نعلم أنهم سيمكثون على تمني الأفضل للفريق اليوم. عموما نتمنى أن نكون أو نشاهد طبعا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يليق بمستوى الفريقين، وأمنياتنا لكل الفريقين بالتوفيق والنجاح. والآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى الأخبار المحلية. توج فريق الأهلي لكرة الطائرة ببطولة كأس ولي العهد الأمين، وذلك بعد تغلبه على فريق المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة. المحرق بدأ بقوة واستطاع الفوز في الشوط الأول، ولكن سرعان ما عاد حامل اللقب إلى أجواء المباراة يتربع بذلك على عرش كرة الطائرة بعد تحقيقه بطولة الدوري والكأس هذا الموسم. ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس الاتحاد البحريني لكرة اليد، تغلب بطل الدوري فريق بربار على نادي البحرين في المباراة التي جمعتهم على صالة اتحاد اليد، وذلك ب30 هدفا مقابل 18، هذا وقد انتهى الشوط الأول لصالح بربار بفارق 8 أهداف.
وفي المباراة الأخيرة للدوري ذاته استطاع فريق الدير أن يحسم اللقاء لصالحه وبفارق هدف واحد في اللحظات الأخيرة ليكمل بذلك مربع الكبار ويضرب موعدا مهم مع فريق بربر في الدوري نصف نهائي للمسابقة. أولى فقراتنا اليوم ستكون السيكولوجيا الرياضية، فعلم النفس الرياضي يحتوي على موضوعات مهمة، وفي المرات الماضية تعرفنا على جوانب عديدة، واليوم راح نتعرف أيضا على جانب نفسي مهم في عالم الرياضة. عيسى الختال والتفاصيل. بجانب الفوز واللحظات السعيدة في عالم الرياضة، من المؤكد أن كل الرياضيين معرضين للخسارة وما تترتب عليه من الشعور بخيبة الأمل والإحباطات والصدمات التي تولدها الخسارة، وهذا ما قد يؤدي إلى تشتت انتباه الرياضي وانخفاض مستواه وأدائه الفني. لا يمكن أن يستعيد الرياضي مستواه ويتخطى تلك الصدمات والحالة النفسية السيئة التي مر بها إلا من خلال تهيئته من الجانب النفسي وتحفيزه من جديد، وذلك عن طريق عملية الإسعافات الأولية النفسية التي يقوم بها الأخصائي والمستشار النفسي، وذلك بهدف معالجة المشكلة النفسية التي يعاني منها الرياضي. الدكتور علي صليبيخ سوف يعرفنا على مفهوم الإسعافات الأولية النفسية وكيف تستخدم في الرياضة وما هي أدواتها ومدى تأثيرها. أسئلة كثيرة نجد إجابتها الآن. طبعا مشاهدينا، الحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ان نرحب باستاذ علم النفس المساعد بكليه التربيه الرياضيه بجامعه البحرين الدكتور علي صليبيخ. مساك الله بالخير. يا هلا دكتور، حياك الله. اولا سعيد تواجدك مره اخرى. انا اسعد، حياك الله. وحزين في المره، يعني من الجانب الاخر انك ما تقدر تتابع مباراه مدريد، يعني وجودي معك يقنع، تقريبا يقنع الموضوع. الله يسلمك يا دكتور، احرجتني بالكلام. خلينا نتكلم في البدايه عن مفهوم الاسعافات الاوليه النفسيه للاعبين، شنو يعني هذا المفهوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإسعافات الأولية شيء معروف، الواحد إذا صارت إصابة فأول يعني مراحل العلاج هو الإسعافات الأولية، هذه في يعني بالشكل العام. في الشكل النفسي الرياضي أيضا مش فقط تصيده إصابات بدنية، تمزقات أو غيرها من الإصابات البدنية، أيضا الرياضي يتأثر نفسيا نتيجة تأثير الرياضة فيها مجموعة من الخبرات. بعض هاي الخبرات خبرات سلبية، فهاي الخبرات تتأثر على الرياضي. الإسعافات النفسية الأولية كيف نتعامل مع الرياضي أثناء مروره أو بعد مروره مباشرة بخبرة سلبية، لذلك سميت الإسعافات الأولية، يعني أول مراحل التعامل مع الرياضي من الناحية النفسية. يعني ممكن نقول أن هذه التعامل يكون داخل الملعب في نفس اللحظة؟ غالباً يكون بعد انتهاء الخبرة، لما تنتهي الخبرة، انتهت المباراة وحدثت الخبرة السلبية، خسارة أو يعني إصابة قد تكون تحدث، يعني تحدث للاعب فتأثر على مسيرته. تحدث أو يبدأ تبدأ الإسعافات الأولية النفسية بعد انتهاء الخبرة التي مر فيها الرياضي، فما تتم داخل الملعب لأنها هي تحتاج لعدة مراحل، تتم غالباً خارج الملعب بعد انتهاء الخبرة اللي مر فيها الرياضي. نعم دكتور، خلينا نتكلم عن الأدوات. بعد ما طبعاً اللاعبين تصيدهم حالة نفسية أو صدمة نفسية من بعد جراء خسارة أو تعادل أو خروج
من تصفيات اكيد عندهم بعض النفسيات او الاكتئاب بعد المباراة. شنو هي الادوات اللي ممكن يستخدمها المعالج النفسي في هذه الحالة؟ احنا خلينا نسميها خبرة سلبية يمر فيها الرياضي، يعني يمكن شوي اكتئاب ولا احباط، يمكن تكون يعني تشخيصات صعبة شوية. ولكن الخبرة السلبية نفس ما تفضلت اللي يمر فيها الرياضي فعلا تأثر على تقييم الرياضي لذاته، تأثر على نظرته لنفسه. لذلك تي أهمية التعامل الأولي، أهمية الإسعافات الفيرست ايد، الإسعافات يعني النفسية الأولية. هاي الإسعافات النفسية الأولية تمر بخمسة مراحل. المرحلة الأولى هي الاستماع، إن نستمع للرياضي شنو هاي الخبرة اللي مر فيها، شنو تأثير الخبرة خليه يتكلم، خليه يتكلم ويربط الخبرة اللي مر فيها بذاته، شلون راح تأثر عليه ليه. وبعدين عقب ما نستمع له نبتدي نقيم، يقول مثلاً أحس بإحباط ما تفضل، فنبتدي نقيم ونقيس assessment، نقيس كمية الإحباط أو نوعية الخبرة اللي مر فيها. عقب ما نقيس هاي الخبرات اللي أو يعني مجموعة الانفعالات اللي يشعر بها الرياضي، نبتدي نحط الأولويات، شنو أول شيء لازم نتعامل معه؟ هل نتعامل مع الإحباط أو نتعامل مع التقييم السلبي للذات أو نتعامل مع نظرته للمنافسة؟ أحياناً بعض الرياضيين تتغير نظرتهم للمنافسة، لاعب يخسر مباراة فيقرر الاعتزال، فنظرته للمنافسة تتأثر. فشنو نعالج أول شيء؟ نحط الأولويات، وبعد ما نحط الأولويات نبتدي التدخل، نبتدي نعالج. اللي يصير غالباً أخازم للأسف إن من يتولى هاي الموضوع ما تكون عنده خبرة، ما تكون عنده يعني ما يكون عنده إعداد كافي، فيبتدي مباشرة بالعلاج من غير ما يسمع حق الرياضي، من غير ما يقيم، من غير ما يقيس، ما يقيم الحالة، ما يشوف الحالة شنو هي بالضبط، على طول غالباً تكون في بالنا إن مدام هو خسر أكيد حزين، فنبتدي نسيده في التدخل. أحيانا الرياضي ما يحس بشيء، تدخلنا الخاطئ قد يخلي يعاني من مشكلة معينة. فمرحلة التدخل تي عقب مجموعة من المراحل، عقب ما نسمع وعقب ما نقيس وعقب ما نضع الأولويات بعدين نتدخل، وآخر مرحلة هي ملاحظة التطور أو ملاحظة التغيير. عقب ما تدخلنا احنا، عقب ما تكلمنا مع الرياضي، عقب ما خلينا يعني مثلا غيرنا مكان التمرين، سوينا خبرة إيجابية، عقب ما أحدثنا بعض التغييرات، شنو تأثير هاي التغييرات على الرياضي؟ فنبتدي في ملاحظة التطور اللي يحدث على الحالة الانفعالية للرياضي. فهي هي مراحل العلاج النفسي الأولي. نعم دكتور، ننتقل إلى أهمية هذا العلاج، شنو نشوف أهميته وإلى أي درجة هو مهم فعلا أن يكون في هذا النوع من العلاج؟ هو حقيقة جدا مهم، لأن ناس ما قلت لك المجال الرياضي مجال مليء بالخبرات، أحيانا تكون هاي الخبرات إيجابية وأحيانا تكون هاي الخبرات سلبية. الخبرات السلبية لها تأثير مباشر على انفعالات الرياضي، عدم وعينا بهاي الموضوع، الرياضي مر بخبرة سلبية ما لاحظنا انعكاسات هاي الخبرة السلبية على الرياضي، على انفعالاته، على تقييمه لذاته، وواصلنا في نفس الإجراءات، واصلنا بالتمرين كأنه ما في شيء، والرياضي مقبل على مباراة ثانية قد تكون أيضا مباراة مهمة أو مباراة عادية، ما راح يستطيع يؤدي بشكل جيد إذا ما تعاملنا مع الخبرة السلبية اللي مر فيها الرياضي. فموضوع الإسعافات النفسية الأولية موضوع في غاية الأهمية. أحين في علم النفس الرياضي أو في الإعداد الذهني يتم تداول هاي المصطلح بشكل كبير. هاي المصطلح يمكن بدأ في التعامل مع ضحايا الحروب أو ضحايا الكوارث أو ضحايا الاعتداءات، ولكن انتقل حتى إلى المجال الأعمال، مجال الاقتصاد، وانتقل حاليا إلى المجال الرياضي، فيتم يعني إعطاءه أولوية كبيرة. يعني هو عدوى قاعد يمشي في كل المجالات، هو تدري الاستفادة من الخبرات المختلفة في كل المجالات، لأن فعلا الرياضي حال أي أحد آخر يمر بخبرة سلبية أو انفعالات قوية هاي تأثر عليه، وإحنا بشر ونتأثر، فطبيعي إن إحنا نحتاج إن نتعامل مع هاي الخبرات ونعالجها بشكل سريع بعد حدوثه، على اساس ما يعني ما تتراكم ولا تتطور، ف يعني يحدث ما لا يحمد عقبه. نعم دكتور، هل من الممكن ان يكون هذه المعالج هو المدرب نفسه او احد اللاعبين او احد زملائه في الفريق، ام هناك يجب ان يكون مختص معين للعلاج يعني النفسي؟ نعم، هي حقيقه الاسعافات النفسيه الاوليه هي احد الادوار المهمه
حق الأخصائي النفسي الرياضي اللي مفروض يكون مرافق للفريق أو مرافق للاعبين، ولكن بسبب يعني عدم وجود هاي الأخصائي النفسي الرياضي عندنا خصوصا احنا هني، فالمدرب يقوم بمجموعة كبيرة من الأدوار. من ضمن الأدوار اللي يقوم فيها المدرب هو الإعداد النفسي أو الإعداد الذهني للاعبين. أيضا من الأدوار اللي يقوم فيها المدرب أحيانا هو التدخل النفسي أو التدخل الأولي في معالجة بعض الآثار السلبية اللي يمر فيها الرياضي. لكن مهم جدا أن المدرب أن يطور نفسه في هاي المجال ويكتسب المعلومات اللازمة، لأن ناس ما قلت لك كثير من الحالات تتفاقم بسبب التدخل الخاطئ أو التعامل الخاطئ مع الخبرات السلبية اللي يمر فيها الرياضي. من غير ما نسمع للرياضي، من غير ما نقيم حالته ونضع يعني التشخيص السليم لحالته، على طول نبدأ في التدخلات العلاجية. يعني ممكن المدرب يساعد أو يسوء حالة اللاعب إذا هو بمحتاج إلى نعم طبعاً من غير قصد. أحيانا المدرب قد يعني يفاقم حالة اللاعب. أحيانا شو يصير أخوي حازم، يمر اللاعب بحالة بخبرة سلبية، خسارة مثلا معينة، فبدال ما المدرب يتوافق مع اللاعبين في انفعالاتهم يساعدهم إنه يتغلبون عليها، يقوم المدرب ويشد عليهم، أنتوا قصرتوا وأنتوا يعني ما لعبتوا زين، فيقوم يزيد شدة الحمل التدريبي كأنه بينتقم من اللاعبين، فيزيد أحمال التدريب في التدريب اللي عقبه، يزيد القوة، يزيد المسافات، يزيد المطلوب من اللاعبين بدنيا. ممكن إن اللاعب فهاي لما أوردي يعني اللاعب تحت ضغط نفسي وتخليه أيضا تحت ضغط بدني لأن أنت غير راضي عن أدائه في المباراة، فهي قاعد يزيد من الحالة سوءا. فلذلك المدرب لأنه هو يعني أقرب واحد للاعب، ولأنه هو الوحيد اللي عنده صلاحيات إنه يتدخل مع اللاعب بأشكال يعني مختلفة، فلذلك مهم للمدرب إنه هو يعني يأهل نفسه الجانب النفسي ويأخذ هاي المعلومات اللي هي يعني المعلومات اللي يحتاجها في عمله. نعم دكتور، في منظمات دولية يعني تشرف على مثل هذا النوع من العلاج. نعم، هو ناس ما قلت لك المصطلح يعني الإسعافات النفسية الأولية بدأ يعني في التعامل مع ضحايا الكوارث، فأول من بدأ هذا هو صليب الأحمر الدولي، هو أول من بدأ في الاهتمام بهاي الموضوع، ولكن انتقل إلى الجانب الرياضي. فكثير من الاتحادات مثلا الاتحاد الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي عنده يعني دورات تأهيلية، بعض الجامعات الأمريكية أيضا تعطي يعني تأهيل وكورسات تأهيلية في هالموضوع، جمعية علم النفس البريطانية أيضا تعطي دورات تأهيلية في هالموضوع، لأن موضوع جدا مهم في الرياضة، في الاقتصاد، في التعامل مع الموظفين أو في التعامل مع الأشخاص اللي يمرون بخبرات سلبية في حياتهم. صح. زين دكتور، هل يستخدم هذا العلاج في أنديتنا وفي منتخباتنا الوطنية في البحرين؟ نعم، يا صراحة ضربت على الجرح يعني. احنا يمكن شوية نحتاج ان نزيد اهتمامنا في الجانب النفسي. نعم، في الإعداد الذهني اللي هو يسبق اللي المفروض يكون متوافق مع الإعداد البدني، وايضا في هذه المواضيع مثلا مصطلح العلاج النفسي الاولي، لان لاعبينا نفس جميع اللاعبين في العالم يمرون بخبرات مختلفة، فنحتاج ايضا ان نتعامل مع هذه الخبرات بشكل صحيح. نتمنى ان شاء الله ان يعني يتم تطبيق، يهتم الاهتمام اولا بالجانب النفسي، بالاعداد النفسي، بالاعداد الذهني. يعني هل لاعبين الاندية عندنا ولاعبي المنتخبات محتاجين كل الحاجة إلى الجانب النفسي لا أو علاج الإسعافات الأولية؟ نعم، لا يختلفون عن أي لاعب أو عن اللاعبين في أي منطقة من مناطق العالم. الكل محتاج الإعداد. اليوم في علم التدريب الإعداد الذهني جزء أساسي من عملية الإعداد الشامل للاعب، والإعداد الذهني فعلا يخلي اللاعب أكثر قدرة على الأداء الصحيح. من ضمن يعني الجانب الانفعالي او الجانب علم النفس الرياضي اللي يهتم بالاعداد الذهني ايضا موضوع الاسعافات النفسيه الاوليه، اذا حدثت بعض الانعكاسات او بعض الانتكاسات عند اللاعب هنا نحتاج لاستخدام هاي المصطلح واستخدام هاي الاليات المختلفه للتعامل مع اللاعبين. طبعا في النهايه دكتور علي صليبيخ كل الشكر والتقدير، انا ما بطول عليك دكتور، ابيك تشوف المباراه ومشاهده ممتعه ان شاء الله، ونتمنى لمدريد التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله بعد توفيق لميونخ. اتوقع الاسبوع الجاي اذا مدريد خسروا ما راح تكون موجود.
ما اعتقد. يعطيك العافيه دكتور، موفقين ان شاء الله. حياك الله اخوي حازم، شكرا لك. اذا مشاهدينا، التغطيه الرياضيه في ملاعبنا لا تحتاج الى معايير او شروط او حتى عمر معين، هناك الكثير من الطاقات تتفاجأ بها وايضا تتفاجأ بابداعاتها. عبد الله البدراني اصغر مصور رياضي في مملكه البحرين، قصه البدراني في هذا التقرير. عبد الله البدراني بنتعرف عليه اكثر، هو موجود معنا حاليا في الاستديو، طبعا صاحب حساب عبد الله او بدراني فوتو. يعطيك الصحه والعافيه، نمسي عليك بالخير والنور والسرور، واحنا سعيدين بتواجدك معنا وسعيدين في هذه الطاقات والمواهب الشبابيه الصغيره الممتعه. مسي عليكم، مسي على سؤال المشاهدين. مشكورين طبعا على الاستضافه. هذا واجبنا يا عبد الله. اولا احنا يعني فخورين فيك، فخورين في ان نشوف دائما تميز وابداع في الطاقات الشبابيه البحرينيه والسواعد الشبابيه، لانها هي طبعا مستقبل مملكه البحرين. عبد الله نفس ما نعرف انت مواليد 2001، 16-17 سنه العمر كله ان شاء الله. شلون بديت رحلتك في عالم التصوير؟ طبعا اول ما بديت على الاخ، على ايد الاخ جابر يحيى. طبعا كان حط هو اعلان في حسابه شخصي ان طالبين مصور يكون في حساب راس الجماهير يصور فيديو ويمنتج. طبعا بديت اياه، من بعدها ابتديت من اكتشافات جابر يحيى يعني. هنا نعم. بعدها ابتديت في حساب راس الجماهير لمدة موسم، وبعدها يعني تميت على ويا الأستاذ حامد المحاري صاحب حساب راس الجماهير من فعاليات دخلت فيها، فعاليات الريد بول، فعاليات بطولة سمو الشيخ ناصر العاشرة كنا نغطيها، ويعني كان مو مقصر وياي الأستاذ حامد المحاري. نعم عبد الله، أول مرة دخلت صالة أو ملعب انت رايح تصور فيها او رايح تمارس الهوايه اللي انت تحبها، شنو كان شعورك؟ والله في البدايه كان شعور غريب، ان شخص ينزل تحت في الصاله كنت احس ان هاي الشخص الهيبه اللي مو ما في احد نفسه اللي ينزل تحت في الصاله. انت متعود على مكانك في الجماهير. نعم. طبعا اول ما نزلت كان شنو كانت الرياضه اول ما نزلت؟ كره السله. نعم. طبعا اول ما نزلت كان تمرين حق المنتخب، كان حق اعداد حق البطوله الخليجيه، كنا نغطي التمرين. فكنت اصور اياه، كان هو يصور بكاميرا تحت وانا كنت اصور بكاميرا فوق. فهاي كانت البدايه. بعدها انتقلت الى مباريات الدوري، البطوله الخليجيه اللي قامت في البحرين اخر فتره،
وبعدها انتقلت إلى بطولات يعني اللي تمت في البحرين مثل ما ذكرت بطولة سمو الشيخ ناصر. عبد الله، الحساب اللي احنا نشوفه طبعا على الهواء، هل أنت تعمل فيه بروحك ولا معاك مجموعة يساعدونك فيه حاليا؟ حاليا الحساب بروحي، بس حاليا الحساب موقف. لأن أنا انتقلت من العمل في البداية راصد، بعدين انتقلت إلى عمل في حسابي الشخصي، بعدين انتقلت إلى حساب بي إس أكشن طبعًا. يعني محترف صرت. إيه، انتقلت من مكان إلى مكان. دخلت عالم الاحتراف وعقود و. إيه. من حساب إلى حساب. من حساب إلى حساب. يعطيك العافية عبد الله طبعًا. شلون تشتغل يعني تقدر توفق ما بين أنت تكون مصور وفي حساب وعندك مسؤولية وعندك تغطيات وبين دراستك ومستقبلك؟ والله هاي الشيء اللي الوالد ساعات يعني ينبهك فيه. إيه تنشني هاي. يعني كنت شوي أهمل الدراسة أنا على حساب التغطيات، يعني آخر فترة الحين فاينل ما كان عندي وقت أقبل فاينل إني أنتج الفيديو عشان نزله في الأكاونت، كنت أشيل ياي اللابتوب أودي المدرسة وأقعد أنتج هناك الفيديو وأنزله دايركت. وتهمل الحصص و. إي يعني بعض الحصص، بس إنه كنت. فضحت روحك الحين يعني. بس إنه كنت يعني محافظ على الدراسة في الأيام اللي قبل. زين عبد الله، بما أنك ذكرت الوالد الله يحفظه، خلينا نتكلم عن الوالد والأهل والبيت عندكم. شلون كانوا داعمينك؟ شلون شجعوك أن أنت تنطلق وتقدر أن تروح تصور؟ تقدر يعني أكيد لازم في أحد كان يساعدك ويساهم معك، بحكم أن أيضا المسافات طويلة، أكيد أحد كان يوصلك ويرجعك. طبعا كان الوالد يعني مشاوير تصير عليه، يعني كنت لازم أروح الصالة من وقت حق إن حصل لي مكان صح إني أخذ زاويتي صح حق التغطية أرتب أموري، فكان لازم تكون أول واحد في الصالة. إيه يعني تقريبا كنت أحب إني أروح من وقت أجهز أموري من وقت، فكان يرجع من الدوام تقريبا على الساعة 3، فما في وقت إني يوديني الصالة، يعني ما يمدي حتى إني يتغدى يرتاح. كنت أقول له لا بروح الصالة، وطل كنا إحنا ساكنين في أم الحسن، أطل يشوف الهايوي يشوف أنه زحمة، يقول لي الحين زحمة شو يودينا لمدينة عيسى وين نروح ما يشنو، فكان شوي عصب. موضوع صعب شوي. إيه بس كان في النهاية يوديك ويوصلك. إيه مو مقصر يعني، مو مقصر الوالد. أكيد عبد الله طبعًا الأهل دائمًا دورهم كبير. شلون تروح شلون الأشياء اللي تحب تصورها غير الرياضة؟ غير الرياضة طبعاً حالياً بعد أشتغل في المجال الفني على إيد المخرج أستاذ حسن العويناتي وأستاذ حسين العويناتي إخوان، طبعاً قاعد أشتغل إياهم في المجال الفني. المسرح أستاذ حسين، والمجال الدراما والكاميرا الأستاذ بس حسن. إلى الآن ستيل يعني فوتوغرافي؟ لا أنا فيديو. دخلت إلى عالم الفيديو بقى. الفيديو إيه. ما شاء الله عليك. وحالياً يعني قاعدين نصور مسلسل بسيط حق اليوتيوب. ما شاء الله عمرك 16-17 سنة وتصور مسلسلات ومسرحيات. نعم. زين كمل تجربتك في الفن شلون كانت؟ الحين حالياً قاعدين نصور مسلسل، واليوم أول حلقة يعني نزلناها. ما شاء الله. تاريخ 1/5 ويعني وياهم في مجال الفن. يعني خوش مجال على قولتهم. مستمتع فيه أكثر من عالم الرياضة؟ لا الرياضة تستمتع طالع المباريات وانت يعني. بس وانت تصور وانت طالع المباريات ساعات تطوفك بعض الهجمات المهمة، لأن انت قاعد تركز على التصوير. إيه إيه. فساعات تتشتت من بينهم. لا أنا إذا فيديو ما أتشتت، يعني إذا فيديو كل لقطة بلقطة يعني تقريبا كل مباراة مصورة عندي. الستيل هو اللي. إيه. اللي عطلك احيانا. اي نعم. فاذا فاتتنا لقطه ناخذ من قناه البحرين نسجل منهم وننزل. واذا قناه البحرين مو ناقله؟ لا قناه البحرين مو مقصره طبعا، كل مباريات السله المهمه والغير يعني مو الغير مهمه اللي بس في الدوري الفضي حقيقه على الاقل كتبوه. لا من موجود. قناه البحرين نسوي منشن. يعطيك العافيه عبد الله. يعني دائما العالم الرياضي او المجال الرياضي دائما في شيء من المتعه، وهي اكبر دليل ان انت تعلقت فيه اكثر حتى مع ان انت جربت مجال ثاني، لكن الرياضه تم شيء غير يعني. اي اكيد طبعا، لان اخر فتره اذكر في الفاينل كنت اشجع الاهلي
كنت اروح انه ابغى الاهلي يفوز. يوم فاز الاهلي الجروب اللي وياي بي سكشن طبعا اغلبهم يشجعون المنامه فكان يصير تحدي بيننا. انت تصور الاهلي وهم صاروا المنامه؟ لا لا نصور تغطيه كامل بس انه كنت افضل في التغطيه لان انزل الفيديو تعرف انزل لقطه حلوه للاعبين الاهلي. اي في تحيز يعني. اي في تحيز بس انه لازم نكون حياديين بعد. انزل انت فضحت روحك في السله الاهلي تشجع. إيه؟ اللعبات الاخرى في الطائره الاهلي طبعا دوري القدم ما تابع يعني قليل المتابعة في الدوري. يعني عندك أنا شجع النجمة متحيز لعمي هاني البدراني متحيز ليش أشجع في النجمة بس لأن عمك في النجمة. إيه أنا شجع لعمي بس في الطائرة الأهلي السلة الأهلي اليد الأهلي كل الأهلي لأن ربينا في هالنادي صراحة. يعطيك العافية عبد الله. مستقبليا شنو طموحك وين تبي توصل؟ عبد الله البدراني وين يبي يحط تلاقيه إن شاء الله مخرج. أنا طموحي إنه بعد الثانوية حاليا خلصت ثانوية وادرس اخراج تلفزيوني ان شاء الله تشوفوني في القناة. يا رب يا رب. بالعكس احنا دائما يعني ندور على هالمواهب وصادقين القناة الرياضية البحرينية بحاجة لهذه المواهب. ان شاء الله نشوفك مخرج يوم من الايام او مصور او حتى مقدم مكاني هني تكون. بالعكس احنا نتمنى هذه السواعد الشبابية. عبد الله قبل ما اختم معاك شنو الرياضات الثانيه اللي ممكن نشوفك فيها مستقبليا؟ مستقبليا كره القدم عندك وبس. عندي فكره اني راح احول حساب بدراني فوتو هاي شيء حصري بدراني فوتو راح يتحول الى حساب مختص في كره اليد. ما تدري يمكن يعني هذه المشروع ينتهي وتي تنضم معنا في قناه البحرية الرياضيه مستقبليا. انت اولا خلص دراستك وإن شاء الله موفق. نتمنى أن أنت دائما يعني تتطور أكثر وأكثر وسي في سيرة ذاتية عندنا موجودة لا تحاتي وأكيد راح نشوفك في قناة البحرين الرياضية إن شاء الله. عبد الله البدراني كل الشكر والتقدير لك وكل التوفيق لك إن شاء الله. إذن مشاهدينا ننتقل إلى جامعة البحرين واللي عودتنا دائما ندواتها المتميزة اللي أقامتها كلية التربية الرياضية في جامعة البحرين ندوة بعنوان حكاية رياضية ملهمة. للمزيد من التفاصيل مع ليث عبد العال. أقامت جامعة البحرين ندوة بعنوان حكاية رياضية ملهمة في مركز تسهيلات البحرين، حيث شهدت الندوة مشاركة الدكتور شاكر حجي والمذيع عمران العرادي ليشارك الجمهور عن قصصهم التي تكللت بالنجاح عبر ممارستهم الرياضة من خلال الإرادة والمثابرة التي تحلوا بها. البداية يعني الحمد لله يمكن الناس يعني يقدرون يدخلون روحهم في هالجو إنه يكون عندهم عزيمة، ولكن الكثير عندهم إشكالية إن شلون يستمرون على هال يعني العزيمة، شلون يستمرون على هال الخطة اللي هم حطوها أنفسهم. نفس ما رويتكم الساعة أن أنا وايد زاد وزني، وصلت تقريبا 141 كيلو وكرهت نفسي وبس قلت بغير الروتين اللي عندي واللايف ستايل واللي سويته. يعني I committed to Iron Man. إنزين قلت أنا بخلص سباق الأيرون مان وما في أمل أن أخلص السباق وأنا وزني 141 كيلو. قمت أتمرن 5 مرات في الأسبوع، غيرت الأكل، قمت أرقد من وقت، غيرت الروتين، غيرت كل شيء. وشهدت الندوة كذلك حضور عميد كلية التربية الرياضية صادق العلوي وعددا من هيئة التدريس ليشاركوا أيضا في تجاربهم الرياضية الخاصة، حيث كانت هذه التجارب عنصر إلهام للحضور المشارك في هذه الندوة. أصبحت الآن الرياضة جزء مهم في حياتنا، وعندنا في كلية التربية الرياضية بقسم التربية الرياضية قصص نجاح، مشاركات شبه يومية في كثير من البطولات سواء المحلية والخليجية. نعم
نادي البحرين لهوكي الجليد يحقق إنجاز جديد على المستوى الدولي بفوزه في بطولة دبي الدولية لفئة سي. التقرير التالي والمزيد من هذه التفاصيل. حقق نادي البحرين لهوكي الجليد المركز الأول في بطولة دبي الدولية المستوى سي بمشاركة 24 فريق من مختلف دول العالم. وشارك نادي البحرين ضمن المجموعة الثالثة في هذه البطولة والتي احتوت على فرق من ألمانيا وجمهورية التشيك والإمارات. ولقد تمكن منتخبنا التغلب على فريق يلوستون السويسري بنتيجة 9-4 لصالح الفريق البحريني، وتأهل للدور النهائي واستطاع أن يتغلب أيضا على فريق وادي دوغز العماني بنتيجة 8-0 بعد مباراة مثيرة تألق بها لاعبي الفريق البحريني. وتتميز هذه البطولة بمشاركة نخبة من الفرق القوية ذات خبرات عالية في هذه الرياضة المميزة، واستطاع فريق نادي البحرين بالحصول على المركز الأول في هذه البطولة ورفع راية مملكة البحرين الرائدة في المجال الرياضي وتحقيق الذهب في عام الذهب. طبعا مشان الحديث اكثر عن هذا الانجاز ينضم معنا في الاستديو الكابتن عبد الله محمد رئيس مجلس اداره نادي البحرين لهوكي الجليد، وايضا الكابتن عبد الله حسن خليفه حارس الفريق الاول لنادي البحرين لهوكي الجليد. مساكم الله بالخير ونور سرور. بدايه الف مبروك على هذا الانجاز وهذا التتويج باللقب. نتكلم في البدايه مع طبعا عبد الله، في البدايه نحب نبارك لكم، شلون كانت اجواء المنافسه في البطوله؟ والله كانت الاجواء وايد قويه، خلينا نقول الاجواء مشتعله. طبعا بحكم المشاركات الفرق اللي شاركت اللي هي طبعا فرق اوروبيه، عندك فرق من سويسرا، عندك فرق من فنلندا، عندك فرق اللي هو من اوزبكستان، وغير الفرق اللي هو الكنديه والامريكيه المقيمه في دوله الامارات. عبد الله حسن. خلينا نتكلم عن استعداداتكم، شلون كانت لهذه البطوله، تحضيراتكم، تجهيزاتكم؟ والله الاستعدادات ما كانت الاستعدادات القويه. يمكن احنا اقل فريق من المشاركين، اقل استعدادات كنا، استعدينا على مدى 3 ايام، كنا نتمرن فتره الصباحيه والمسائيه داخل الصاله وبرا الصاله. والحمد لله قدرنا ان نجهز فريقنا في وقت قصير ونشارك في البطوله، والحمد لله توفقنا فيها. ما واجهتكم صعوبه شوي في التجهيزات والتحضيرات؟ والله في صعوبات بالنسبه لنا احنا كلاعبين عشان توفق وقتك بين التمرين والشغل والبيت، واجهتنا شوي هاي الصعوبات. وايضا توفر الملعب عندنا احنا شوي نواجه فيه مشكله، بس الحمد لله يعني الرئيس، رئيس النادي ومجلس اداره رتبوا الامور هذه الحمد لله. نعم، خلينا نتكلم عن طبعا دعم وزارة شؤون الشباب والرياضة وتواجدها ووقوفها دائما خلفكم، شنو يعني لكم هذه الدعم؟ طبعا خلينا نقول حاليا الداعم الرئيسي والوحيد اللي هو وزارة شؤون الشباب والرياضة، كل الشكر لهم طبعا. بس بعد هذه النادي يحتاج إلى دعم أكثر، لأن أنت تتكلم عن نادي عنده برامج، عنده فئات، عندنا الناشئين. نعم. عندنا السيدات، عندي الفريق الأول، هذين كلهم محتاجين. فأنا يعني إذا أحصل ميزانية بسيطة شلون أقدر مثلا أطلع فريق يشارك برا؟ صح. ولا شلون أوفق بين تمارين الناشئين ولا تمارين السيدات؟ فمع يعني شو أقول لك، كل الشكر والتقدير حق وزارة الشباب والرياضة، بس بعد نحتاج أكثر. أكيد دائما يعني صاحب الإنجاز دائما طماع وفي حاجة إلى المزيد. عبد الله شلون كنتم مع عبد الله خليفة؟ عبد الله حسن. أو عبد الله حسن. الاثنين عبد الله فشوي قاعد عبد الله حسن وعبد الله محمد. نعم. زين عبد الله حسن، لو كنا نتكلم عن مشاركتكم 24 فريق، شلون قدرتوا ان انتم تنافسون؟ هل كنتم متوقعين ان انتم تجيبون هذا المركز بمشاركه 24 فريق من جميع دول العالم، في فرق عالميه مشاركه؟ صحيح. احنا في البدايه دخلنا البطوله ما علينا ضغوطات طبعا على الفريق، بحكم انها بطوله وايد قويه، احنا كلاعبين احنا خلينا الضغوطات على نفسنا في المباراه. وقمنا في البطوله في دور المجموعات يعني، لان جايين كفريق غامض نوعا ما.
تقريبا احنا عندنا مشاركات من قبل في افرقه تعرفنا، في افرقه ما تعرفنا، في افرقه احنا ما نعرفه، في افرقه نعرفه. فدخلنا فقلنا بناخذ كل مباراه بروحه، ما نبي من اول مباراه نحط عيننا على المباراه النهائيه وما توفق بيصير نوع من الاحباط، ما تقدر تواصل المباريات الباقي. فقلنا ناخذ كل مباراه بروحه. الحمد لله دور المجموعات توفقنا فيه، تاهلنا للدور نص النهائي، لعبنا ضد الفريق السويسري 2015. هاي الفريق احنا خسرنا منه في المباراه النهائيه 2-1. حبينا نقدم مباراه كبيره ضد الفريق نفسه اللي طلعنا في 2015، الحمد لله فزنا عليه 9 أهداف مقابل 4. تاهلنا للمباراه النهائيه، المباراه النهائيه خلاص تعطي كل اللي عندك، ما عندك شيء. يعني مشوار كان طويل في البطوله. والله بطولة متعبة كانت، في أيام كنا نلعب 3 مباريات في اليوم، مثلا مباراة الصبح، مباراة العصر، مباراة الليل. كم استمرت البطولة؟ تقريبا 4 أيام. ما كان الوقت قصير شوي؟ والله كان قصير ومتعب، بس اللاعبين من البحرين مصممين أن يرجعون بإنجاز، كانوا خلاص تعبنا إحنا نشارك، نوصل نهائي نطلع، نوصل مركز ثالث نطلع. الشباب قالوا دامنا هاي العام سموه عام الذهب، ان شاء الله بنرجع البطوله. اكيد. عبد الله محمد، نتكلم عن فئه سي، شنو لو تعطيني شرح مفصل شنو هي فئه سي اللي انتوا حققتوا فيها اللقب؟ هو ببتدي لك طبعا بالثلاث فئات هم، او اربع فئات. هم اربع فئات عندك، اللي هو الديفيجن اي، ديفيجن بي، وسي، والدي. ديفيجن اي اللي يلعبون فيها المحترفين، خلينا نقول اللي شغله بس هوكي، حياته بس هوكي. البي تقريبا مشابه حق الديفيجن اي بس انه مختلط، عندك المحترفين وشبه محترفين. السي اللي احنا لعبنا فيها يلعبون فيها المحترفين والشبه محترفين والهواء. هو فعندك الخلط بين اول ديفيجنين اللي هو المستويين الاوليين زائد الهواء، كلهم يلعبون في السي. طبعا الدي اللي هو اللي يلعبون فيه المبتدئين واللي خلينا نقول اعمارهم فوق الخمسين. ديفيجن سي يعتبر من الاقوى الديفيجنز. ليش؟ يعني هو اصعب فئه يشاركون فيها اللي هي الفئه سي. الفئه سي لان تضم مثل ما قلت لك، تضم الهواء والمحترفين وشبه المحترفين. نعم. عبد الله حسن، خلال مشواركم في البطوله اكيد واجهتوا صعوبات داخل البطوله نفسها، ان مثل ما ذكرت في ضيق الوقت، مباريات اكثر من مباراه تلعبون في اليوم، في ايضا هناك ضغوطات عليكم، كانت في طبعا تحديات ما بينكم في الفريق، هذه طبعا اكيد موجود ذي الموضوع، المنافسه بين اللاعبين موجود. بس احنا الحمد لله حطينا في بالنا، في عندنا اللاعبين صعدناهم من الفريق الناشئ، فهمناهم. احنا في مقوله دائما نقولها في النادي، ان الاسم اللي مكتوب على الفانيله، اسم النادي اهم من اسمك الشخصي اللي مكتوب ورا. صح. فاحنا بنلعب، يعني مثلا عبد الله داخل الملعب، عبد الرحمن على البنش، مثلا راشد في المدرجات، اهم شيء النتيجه النهائيه تكون. والحمد لله القدر الكل يشارك في دي البطوله، خلصنا البطوله بدون مشاكل، بدون ضغوطات، فزنا الحمد لله في البطوله، والكل راضي يعني كان على دار. نعم. عبد الله محمد، ما واجهت صعوبة بإشراك مثل ما قال الناشئين في هذه البطولة، خاصة أن هي بطولة دولية، ما في خبرة، ممكن هو يغلط، ممكن هو يتصرف تصرف عشوائي، أو يعني بدون ما يأخذ تعليمات المدرب؟ والله هو هذا الرسك اللي لازم تأخذه الناشئ، إذا اليوم ما حطيته يلعب مع الفريق الأول وطلعت كذا لاعب يصيد الضرب، ما راح يتطور. لأن بحكم ملعبنا اللي نلعب فيه اللي هو سايز 15 في 30، لما تطلع برا تلعب 60 في 30، 5 في 5 زائد الحارس، هنا نلعب 3 في 3 زائد الحارس، فهذه فرق وايد عود. ويعني احنا مشاركات النادي نطلع فيها خلينا نقول مرتين لساعات مرة في السنة انك تلعب على ملعب عود، فإذا أنا ما حصلت الفرصة أطلع الناشئ يلعب على ذي الملعب العود ويطالع طريقة اللعب غير اللي تشوفها في التلفزيون، ما بيتطور ولا بيوصل مكان، يبي يحتك مع خبرات، يبي يروح. لازم. ولكن يعني ما تحس ان هي مجازفة نوعا ما؟ لا لا لا، هاي ما تكون مجازفة. يعني انا داخل، انت مو مهم عندك اللقب، اهم شيء لاعبينك يتطور، اللاعبين يثبتون نفسهم، لان انت ذا اللاعب اللي مثل ما قلت لك ما طلعته يثبت نفسه ويحاول هو بينه وبين نفسه يتحدي روحه، ما بيوصل مكان. بس بعد هي طبعا فيها تكتيك، متى تدخل ذي اللاعب، متى توقف ذي اللاعب، على حسب مجريات اللعب والنتيجة. نعم. خلينا نتكلم عن مشاركاتكم القادمة.
إن شاء الله مشاركاتنا القادمة بتكون في بانكوك الدولية اللي هي بتكون في 30/10 ممتدة لتاريخ 30/11 مسامحة لـ 3/11 3/11 أي نعم، خمسة أيام بتكون أكيد. عبد الله حسن، شنو إيه هي طموحاتك اللي أنت تبي توصل لها كلاعب هوكي في مملكة البحرين؟ والله احنا نتمنى ان اللعبه تتطور، الحمد لله قاعده تتطور بدعم المؤسسه العامه للشباب والرياضه، بس نفس ما قال عبد الله القاسمي تحتاج اكثر دعم اكثر. احنا كلاعبين نتمنى وجود المنشاه المناسبه حق ممارسه هذه الرياضه من ناحيه الملعب القانوني، مرافق المنشاه نفسها، استقطاب مدربين عندهم خبرات لهم اسمهم في المنطقه. وطبعا اول شيء احنا نطمح اذا توفرت المنشاه الحصول على الاعتراف الدولي من الاي اي اتش اف اللي طبعا احنا قاعدين نعمل عشان نحصل عليه، وبعدها ان شاء الله اعتقد ان انتم تحتاجون الى اتحاد. اي نعم، فيجب اقامه اتحاد بحريني لرياضه الهوكي. اي نعم. نعم عبد الله، خلينا ننتقل الى جانب طبعا المحلي في البحرين. اي نعم، هل بالفعل تشوف في اقبال على رياضه الهوكي؟ في ناس تسجل تبي تشارك تبي تلعب مباريات؟ هذه يعني شو اقول لك، اقبال شديد فيه، خاصه من عقب اول ظهور سويناه في اليوم الرياضي اللي صار في 2017، فتحنا باب التسجيل حق الكل جميع الاعمار بنات وصبيان. فانذهلنا يوم اللي فتحنا التسجيل فوق الـ50 شاب وشابة ياو يتدربون عندنا. بس طبعا تعرف كل رياضة أن تفتح الباب في ناس تواصلوا وياك وناس تروح، لكن احنا في ناس تروح لكن بعد في ناس تجي. مثل ما قال عبد الله عندنا مشكلة المنشأة اخوها يعني أرض المرح مو مقصرين ويانا، اللي هو مركز أرض المرح اللي هو الصالة الوحيدة صدق مو مقصرين ويانا، بس بعد تطمح حق المنشأة اللي أكبر اللي هو سايز الدولي، لأن هذه المنشأة ما تتحمل كل اللاعبين في نفس الوقت تدربهم، ولأن الميزانية محدودة ما نقدر ناخذ الصالة مثلا 4 أيام ولا 5 أيام في الأسبوع، يعني عندك 2 لـ 3 أيام وما تقدر توفي الكل. أرجع حق سؤالك، نعم إقبال شديد على هاي الرياضة. يعني أنت ذكرت أن في إقبال من السيدات في جميع الأعماريون، شلون انتم تقدرون تنسقون ما بينهم؟ شلون تقدر تخلي تسوي تمرين حق مثلا فئه الاطفال، فئه السيدات، فئه الناشئين الشباب؟ حاليا لان ما نقدر ناخذ الصاله حق تمارين الناشئين الا يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم السبت، فيكون تمرين المبتدئين من الساعه 2 للساعه 3، بعدين من 3 للساعه 5 تمرين الناشئين والسيدات، نفصل الصاله نصين نخلي الناشئين الشباب في جهه ونخلي النساء في جهة، وبعض الأوقات نخليهم يسوون تمرين واحد طبعا، لأن تعرف طريقة التمارين الوان باي وان أو أن يطلعون كمجموعات. نعم عبد الله حسن، في النهاية وين تبي عبد الله حسن يكون في المستقبل؟ والله أنا عن نفسي طموحي أن أكون مشارك في كأس آسيا الجاي، الأولمبيات الشتوية الجاية أتمنى أشوف فريقنا موجود فيها، أتمنى نحصل التسهيلات لنا كلاعبين نقدر نروح نشارك نطلع معسكرات نستفيد أكثر، نحتك في لاعبين عندهم خبرات أكثر منا، وإن شاء الله بنقدر نجيب بطولات أكثر من لي. عبد الله، إيش قد صار لك تمارس رياضة الهوكي؟ والله تقريبا 12 سنة. ما شاء الله. أي نعم. يعني من وانت صغير متعلق في هذه الرياضة؟ إيه بديت أيام ما كان عبد الله لاعب بعد وقتها. ما شاء الله. بديت أنا كنت أصغر واحد فيهم تقريبا، وصلت كلهم ساعدوني، طبعا أهلي ساعدوني وايد، والدتي بالتحديد ساعدوني وايد في الناس تمر، والحمد لله قدرنا نوصل اليوم لهني ونحقق إنجازات الحمد لله. أكيد طبعا عبد الله محمد رئيس نادي البحرين لهوكي الجليد، وعبد الله حسن حارس فريق نادي البحرين لهوكي الجليد، كل الشكر والتقدير لكم على تواجدكم معنا، وألف مبروك طبعا لتحقيقكم هذا الإنجاز، وأمنياتنا لكم بكل التوفيق والنجاح إن شاء الله في المشاركات المستقبلية. مشكور، واحنا نشكركم على الاستضافة ودعمكم لحق كل الرياضيين في المملكة، وإن شاء الله دائما موجودين عندنا هنا دائما محققين إنجازات إن شاء الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. إذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام
حلقة اليوم من برنامج الملعب. نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من الملعب. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة.